عمل متواصل منذ أكثر من عامين لإنجاز المدينة الرياضية في مدينة البصرة جنوب العراق. بنيت المدينة بمواصفات عالمية لاستضافة بطولة كأس الخليج عام 2013. الجهة المستفيدة طبعا وزارة الشباب والرياضة بإشراف الشركة البريطانية BWS، وكذلك تابع التخطيط والإدارة من قبل الشركة الأمريكية نيوبورت جلوبال. خبرات التصميمية مقتبسة من شركة 360 الأمريكية، شركة عالمية عريقة في مجال التصميم الرياضي. لذلك أعتقد أن المشروع هو صرح كبير من صروح العراق. يتوسط المشروع بحيرة على شكل خريطة العراق، فالمشروع الكبير يراد منه أن يكون رداً عملياً على من يشكك في قدرة البصرة على تنظيم البطولة لضعف مرافقها. النظرة للعراق كون دولة قامت من رقام حروب عديدة وسنوات طويلة، يعني يتوقعون أنه الناس ما عندها إمكانية تنجز، بس الحمد لله والشكر أنه قدرنا نثبت بأنه يعني نقدر أنه نبني ونقدر نحقق إنجازات. ومثل ما تشوف حالياً يعني كمشروع مدينة رياضية متوازي ويا بعض الفعاليات والمشاريع الأخرى داخل المدينة. حالياً أكو يعني مشروع بنايات فنادق متطورة بالمدينة. يقوم المشروع على مساحة تقارب 600 دنم بكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي. يعد مشروع المدينة الرياضية أحد أكبر المشاريع المقامة في البلاد منذ 8 سنوات، ويتساءل كثيرون عن مغزى تنفيذه مع اشتداد الدعوات بالإنفاق مع توفير الخدمات الأساسية في البلاد. كثير من دول العالم تبني مجمعات رياضية لترفيه شعوبها، لكن احنا لم نصل الى مستوى الترفيه، ليس لدينا خدمات حتى نطمح لمستوى الترفيه. ويتسع الملعب الرئيسي الى 65,000 متفرج، والملعب الثانوي الى 10,000، بينهما نفق يصل طوله الى 100 متر مع 8 بنايات سكنية لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة الخليجية. بضخامة مشروع المدينة الرياضية لم يبنى في العراق الجديد أي مشروع بهذه الكلفة المالية، في حين لا تزال مدينة البصرة والمدن الأخرى العراقية تفتقر إلى الخدمات، وأهمها انقطاع التيار الكهربائي. ناصر شديد، BBC، من ملعب المدينة الرياضية البصرة.